البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين. اليوم جيت ندير معكم واحد لا سلاد خفيفه وظريفه اللي غادي نقدمها ناكلها في المغرب. تقدي تاكلوها في المغرب ولا تاكلوها في مع العشاء، وانتم وشنو حبيتو شنو حسب الاختيارات ديالكم. اليوم باش نبدا لكم بدا بالمايونيز اللي غادي نستعمل. انا كنستعمل مايونيز منزلي، يعني ما كنشريش هذيك اللي كتباع في القواطة. يعني شنو كنحتاج في هذا المايونيز؟ انا كناخد 5 الفرماجه تاع البنات ديال، انا دائما كنستعمل اللي راه وريتكم الفرماج اللي كنستعمل. وعندي الحليب دومي ناتادو، يعني دومي كريمي، يعني ماشي كريمي توتال، نص. وعندي واحد معلقه كبيره وشويه ديال الحامض، وعندي لا موتارد العاديه والونسيان الحبيبات، وعندي خل حامض حتى هو غادي نزيدو، وعندي الزيت النباتيه لويل دو طابل كما بغاتكم. والحليب اللي درت البنات، انا درت هذا بريزيدون، هذا اللي درت انا سومي ديسناتادو، يعني دومي كريمي، حنا عندنا موجود ومزيان صحي. اذا غادي نبداو دابا في الخدمه. والزيت ما نديرلكمش العبال، لان حتى تبقاي كتزيدي بشويه بشويه حتى كتقلك على حسب التقوليه اللي بغيتيها ديال المايونيز. اول حاجه غادي نخدم فرماج مع الحليب. نسيت قبيصه ديال الملحه، ضروري دائما ديروا قبيصه ديال الملح، غير قبيصه باش ما تجيناش حيت اصلا فيها الخل. كندير غير شويه، غير ما درت يدي قبيصه. بغيتو تزيدوها لبزار زيدوها لبزار. انا درت فيها شويه ديال الثومه يابسه، نسيت ما قلتها لكمش، الثومه بودغ شويه، نتوما تنسموها باش ما بغيتو تنسموها. وكاين انواع منهم، بعدا ندير لكم الى حسب الطلب ديالكم الى بغيتوهم. مايونيز ديال الفلفله الحمراء، مايونيز ديال الاناناس، والمايونيز نتاع المانك. اذا اليوم غادي نبداو غير هذه العاديه. نفرغ هنا داك الكاس ديال الحليب ودوك الخمسه ديال الفرماجات كاملين. حيت هذا جانبان غادي نزيد هاد لا موطارد ضروري، حتى هي كنزيدها من اللولة كاملة. غادي نحرك اول شيء، نباطي هاد الشيء اللي درت هنايا، من بعد عام كنزيد الزيت ونزيد الخل. بسم الله. اذا بلا ما نبقى نستعكم بزاف، غادي نزيد الحامض ديالي كامل اللي درت، ونزيد نبدا كنزيد ندير شويه الزيت شويه شويه حتى تتعقد ليا، حيت غنمونطيها باش ما ندير لكم الصداع، ونوريها لكم كي جا القوام ديالها. يلا حبيباتي انتم معايا، رجعت البنات نوريكم القوام اللي حصلت عليه، وها شحال درت فيها ديال الزيت. شفتوا القرعه كي كانت؟ يعني كاس 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 ديال العنبه يمكن، وزيد شويه. اذا هاو دا القوام هاو شفتوها ما كطيحش. اذا دابا ها هي مايونيز ديالنا واجده، نديرها في القرعه ونديرها في الثلاجه. نوريكم كي كتجي، كتجي غزاله البنات. نتمنى انكم تجربوها لانها صحيه، ومن طون ما فيهاش الماده الحافظه، واخا فيها نقص شويه دهنيات، وما فيهاش، الاساس هو انها ما فيهاش المواد الحافظه، وكتجي بنينه البنات. ها نتوما شوفوا قاصحه غزاله مايونيز واجده، ديريها في الثلاجه تبقى لك اكثر من اسبوع. يعني انا كتبقى لي هكذاك تقريبا اسبوع. هانتوما البنات، وبالصحه والراحه. مايونيز غزال كيجي في سميتو ومن السم، شفتوها من السم بالثومه بودره، وبديك لا موتارد حبيبات كتبقى باينه فيها، كتبقى باينه مزيونه. بغيتو ديروا المعدنوس، ديروا السيبولات، ديروا اللي بغيتو ديروا،
حتى البصله، الوراق ديال البصله كتجيبيها زوينه، كتنسمي وكتزوقي بيها. والى هنا انتهت الفيديو ديال المايونيز ديالنا، بقاو معايا حتى تشوفوني الصلاد اللي غادي نقدم بهذا المايونيز. يلا حبيباتي هانتوما معايا، وهاني غادي نقدم لكم دابا الصلاد اللي درت بديك المايونيز اللي درتها اليوم. هاي درتها انا في هذه القرعه، شوفوا البنات مع هاد المبرده تولي قاصحه غزاله. غادي نزيد لها، درت هنايا معلقه كبيره ديال المايونيز، شويه ديال الزيت البلديه، شويه ديال المليحه، وغادي نزيد دانون. غادي نزيد فيه دانون، دانون اللي عندكم حلو اللي عندكم، حيت انا بغيتها تكون حلوه اليوم لا سالاد، يعني بريسك نص دانونه. تنشوف، وكاين هاد التوابل البنات ديال لا سالاد هي اللي كندير فيها انا، فيها مجموعه ديال التوابل وقبيصه ديال واحد شويه ديال الخل الحامض. غادي نخلط كلشي، هاد الفينيغريت صافي، وغادي نخلط بها ديك الماء ديك الشلاضه ديالي. انا البنات عندي خزو الكروم والكرافس، جذوع الكرافس كيتباعوا في القرعه، البنات اللي بغات اللي كتسول على جذوع الكرافس انا نوريكم القرعه ديالو. كنت ديجا قدمتهم، ها هما ابيو، شفتوا البنات هكا كيتباع، هكذا كيتباع، شفتوها هكذا كيتباع. اذا غادي نخلط دابا انا هذا الشيء. هذه سلطه حلوه البنات بالكروم وخيزو والكرافس. صافي غادي نبدا نخلط هذا الشيء، كان خاصني غادي نزيد البنات. وهاني ساليت اليوم الطبق ديال السلطه ديالنا، الكروم مع الجزر وجذور ديال الكرافس، زوقتهم بشويه ديال القرقاع بالمايونيز اللي قدمت لكم اليوم، ودانون. نتمنى يروقكم هذا الطبق ديال اليوم وينال الاعجاب ديالكم. يلا حبيباتي مع السلامه، الف صحه وهنا.